النرجيلة هي الشيء الوحيد يلي بيجمع اللبنانية من كل الطوائف والأحزاب لأنه فوائدها كتيرة. النرجيلة بتشيل الفريز، وخصوصي إذا كنتم مدمنين عليها لأنه بدها قعدة، وعلى قعود ما بيصير معكم فريز، بيصير معكم ترهل. النرجيلة هي سبب لعدم الهجرة، لأنه لبنان هو البلد الوحيد بالعالم يلي فيك تأرجل فيه وين ما كان، بالتاكسي، بالأسانسير، بالكافيه، بالمطعم، بالمستشفى. هذا سبب أساسي لعدم الهجرة. النرجيلة لها كتير فوائد اقتصادية، منها أنه كل واحد عاطل عن العمل في يفتح بسطة أرجيل ديليفري، ساعتها بيقبر الفقر وبيقبر كل واحد عم بأرجل. الأرجيلة بتساعد بالأمراض المستعصية، يعني أي حدا عنده ربو، ضيق نفس أو مثلاً عبقة، بيكفي بس هيك يكزر قدام أي كافيه أو مطعم ويستنشق الدخان يلي جوا، دغري بيتخلص من مرضه وبيسلم روحه للي خلقه، وهيك بيخف عدد المرضى بلبنان. الأرجيلة بتقوي عمل مجلس النيابة، لأنه طالما القانون اللي بيمنع التدخين بالأماكن العامة بعد ما انقر رح يضل ينعقد جلسات وجلسات وجلسات لإقراره وتفشل، فهيك بصير لنوابنا شي يعملوا. منشان هيك يا دولتنا العزيزة بنطلب منك انه تلغي قانون منع الأرجيلة بالأماكن العامة، لأنه هالأماكن العامة صارت خاصة لإلكم، ونحنا ما بقي لنا غير الأرجيلة.